السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نسوي معاكم المطبق، لكن بطريقة سهلة جدا بعجينة السمبوسة. المقادير عندي: أول شيء المكون الأساسي اللي هو اللحم، عندي كيلو لحم. البهارات عندي: ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة في البهارات مشكلة، وملعقة صغيرة بابريكا حلوة مقروشة. عندي البصل، عندي 4 حبات بيض، عندي الخضروات هنا، عندي حزمة ونص اللي هي كراث، عندي شوية شبت، وعندي شوية كزبرة، وعندي شوية بقدونس تقريبا من ربع حزمة. عندي هنا عجينة السمبوسة، هذا عندي بر، عندي النوع هذا دقيق أبيض عادي، تقدروا تستخدموا أي شيء. أول خطوة هي راح نحط البيض على الخضار بهذا الشكل، نمزجهم كويس ونخليهم على جنب. الحين نمزج الخضار هذه مع بعض والبيض. بهذا الشكل احنا نخليهم على جنب. عندي هنا المقلة، راح احط فيها البصل واللحم مع بعض واطبخهم على النار بدون ما احط زيت بدون شيء. هذه الطريقة الصحية والاصح، علشان الزيت احنا نحطهم على النار واطبخهم. الحين نحاول نطبخ اللحم حتى يتحمر ينطبخ مضبوط. في هذه المرحلة انزل عليها البهارات، ممكن ياخذ له 20 دقيقة على نار وسط حتى ينطبخوا ويشف الماء، لان اللحم راح ينزل الماء والبصل. هذا الشيء كويس يا تمتزج المكونات كلها، الطعم يكون جميل. احنا نحاول نبسط الامور قدر المستطاع، بعيد عن التعقيد واللي يجيب لك 100 نوع بهارات ويعقد الشغله، ما يحتاج هذا التعب كله. الامور بسيطه ان شاء الله، الوصفات ان شاء الله بسيطه. ننتظر منكم الدعم والاشتراك، ان شاء الله ننزل كل شيء بسيط بطرق مبسطه كل الوجبات. الحين نخلي اللحم كذا يطبخ. الحين هنا اللحم عندي بعد ما استوى، انزل الملح لانه ما ذكرت في السابق. الملح اختياري، يجب ان توزن الملح مضبوط تقريبا ملعقة صغيرة. الحين كذا كويس، الحين اللحم جاهز. اخلي الحين اللحم يبرد علشان احطه على الخضار، ما نحطه ساخن على الكراث لانه راح تذبل الكراث وراح تنزل المكاثير، فالافضل انه يبرد اللحم تماما بعدين نمزج باقي المكونات كلها مع بعض. الحين هنا بعد ما برد عندي اللحم اصبح بارد على الاخر، عندي هنا الطماطم ما ذكرته اول، نشيل البذر اللي قوته، نحط الطماطم هنا على الكراث والخضار السابقة. الحين نضيف اللحم، نمزج هذه المكونات كلها مع بعض. هذا المطبق المضبوط ان شاء الله، الكراث يقربه تعرف مدى حلاوة هذه الطريقة، سهلة ما فيها تعقيد. العجينة متوفرة، عجينة السمبوسة بأي مكان، وتكون المطبق صغير يعني بمتناول الجميع بهذا الشكل. الحين راح ان شاء الله نرويكم كيف نحشي العجينة، حياكم الله. اما بالنسبة للمطبق الحشو فان شاء الله الامور بسيطة. عندي هنا العجينة، نجي ناخذ شبر قصيناه،
تقريبا 4 بنان نقص منها تصبح بهذا الشكل. نجي ناخذ الطبقات نحاول نفكها بهذا الشكل. فإذا كانت الطبقة تحسوها خفيفة مرة ممكن تخلوها طبقتين مثل هذا اللي عندي اللي تحت، هذا ثنتين مرة خفيف بهذا الشكل. بعدين يجب أن نعبي الحشو مضبوط، يجب أن يكون الحشو بهذا الشكل. بيض صفر بيض أو بيضة عادي كل واحد، ما ضروري صفر بيض، يكون عندكم بيضة صح. بعدين نجي نلف أول شيء اللي تحت بهذا الشكل، نحاول نضغط عليها حتى تتساوي الحشوة يصبح بشكل مربع. بعدين نلفها بهذا الشكل بهذا الشكل، جميل وسهل. إذا انتهينا من الطبقة هذه كامل نفرش ورقة زبدة علشان ما يلزق مع بعض. ما عندي هنا تحت ورقة زبدة، واحدة ثانية علشان نسهل الأمور أكثر. أنا ما أحب الفيديو يكون طويل لكن ما في مشكلة. بهذا الشكل نحط الحشوة قدر الإمكان، نحاول نحط الحشو علشان يكون المطبق مليان بجنبي بيض أو بدقيق، أي شيء دقيق مع ما تحطوه يكون رايب بهذا الشكل. الأمور إن شاء الله بسيطة ويستطيع أي شخص يسويها. يجب أن نركز على الزوايا، نسكرها مضبوط بهذا الشكل مضبوط. الحين جاء وقت اننا نخبز المطبق او نحطه على الصاج. يكون معكم بخاخ، زيت زيتون او زبدة، شيء بسيط نضغ. بعدين نحط المطبق، يجب ان يكون الصاج ساخن بهذا الشكل. نحاول نقلبه على كل الاتجاهات حتى يستوي، ياخذ له ممكن 5 دقائق الى 6 دقائق. الحين ما شاء الله صار عندي جاهز، لازم يتقدم مع الليمون طبعا. شوفوا ما شاء الله، سكر الياض وهذا الشكل النهائي ما شاء الله. نحط عليه عصرة ليمون، يتقدم بهذا الشكل، الليمون يعطيه طعم. هذا شكله، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الحشو كيف جميل. وعليكم بألف عافية.